حبيك سي سما وضو سفا هو يا أرغستان سيالك كم وضو عن إنا تحي والا صحي لا صحي إنا تحي والا صحي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن ونسنا ما بخيرتها وذن نقل حجي داي ميلك سو دافاة دوني دا كاچوكتان وحد كسو دواتان برامج غاره وانو كسو غادان دونو مدحوينها شموريه دا سومالي لان مدنى أحمد محمد محمود سيلان يأي حرونتا غصر يمداتوية دا إيه سومالي لان كلن بلارن او لوگو در در گرين اي سيدي ايوه گيري لايد سلاما كان ايو قبسو ميل هايد ديوان گلين تا كار كا چنسية دا اما دلاشة دا موادنين تا كلا دوان اي سومالي لان براسابة دا اي مايوره دا كلا دوان اي قبالة دا دقموين كا اي تولوين كا كلا قدسان اي سومالي لان كلن كاسي اي وحا مدحوينها سومالي لان كو هلين اي حمنا كاترسان قولي اي سا وزير دا اي وليبا براسابة دا اي مايوره دا كلا دوان اي سومالي لان barnaamijkan ayaa daawadeel waxaanu ku eegi doonaa khudbadihii miisaanka iyo mugalaha ee madaxweynaha Soomaaliland iyo waliba barasaabada iyo maayiradu ay madashaasi isku dhaafsadeen. أيها الكسابق ديارة وأيلا سعودان وزيكي وزارة دعمها بودها وزيكي أمن جيدا ما بها وظني ذكر دولة وزارة دعمها بودها هل بولي ويقولتي هورها قرض قرض السعود سنتيسة يقعد سنتيسة ومضر ما هو حسارا واحد شعر هاي مدعوينان وحصوله ويو وزيكي وزارة دعمها بودها وفافاي كبعدورة وجدوا إن هي هذا كافر وغيري يوح اللغة وحي هي مسؤولية الفرص سوف أصدر أول مرنا يومي بسم الله الرحمن الرحيم عندنا مدح ويني يبون الرياض مدح ويني روح فنيا وانصار صوت النجني عدود فلارنا وزارة داخلية إلى هاي تركة هذا مدح ذكرتها هاي طبعاً كل مدح وين فرديا لما أنطلق برسابي دودي هي دمار ما يهدي حتى يتهاي تجمو هي حتى يتجمو في ثواني تجمو يك تجمو يك وحن مدح وين هذا كان سوية نساك عارين نرن كين بوهنوا هي قيد صعود كي عين سوماليا لأن كي يكون سوماليا وحياها اعتراف كين وحكت لينا عليها البروت هاي وحي المدح وين القوصاني ما دام عين كبروني صوماليا ناشنالة تيجيني هرانوها جمهورية الصوماليا يهان تفتي إن المات كبورو وصلي عين كبرونا عين رب رحمة بقي عيني سحاها إيه صوماليا ريبابليك أما أمد دخير صوماليا أفضل نقضو صوماليا تاو حي نوع عدية دولة لكم الباجرة أبترسيمة لقم يقانو waxa laga yaqaanaa keen kaarkaaga dhalashada ee waxaan maanta markaa madaxweynaha bilaabayna inuu bilowro in ummadda heer Soomaaliland ay qaadato kaarkeedii dhalashada ama muwaadinimada ama jinsiyadda ee ay kaga duwanaan makhluuqa kale ama madaxa kale ee ilaahay iyo dowladda madaxweynaha markii aad ikraam bilowray waxa dhacday way noognahay oo dawladda ixtiraafsiin ma inaan ahayn dhaqaalihii raad buu koobnaa waxaan u tagnay international community-ga in laynaga caawiyo inaan sameyno jinsiyadda Soomaalida muddoy noo dhowraadeygeen markii aan ku soo kirinana waxna dhaha waxay yidhaahdeen kaarka ID-gu wax weeyaan waa ixtiraaf Soomaaliland waana jinsiyad weeyaan mar haddii jinsiyad tahay haddii aanu caawino wax naga lumaya militaritiga iyo idinka iyo soomaaliya aanu janahay marka inaan na khiyaamaysan baa doonaysaan anagoo weli ogolaanin oo ka tashan inaan si directa nooga seexdaan inaan tihiin wadan ka go-ay soomaaliya oo macnaheedu marka kaarka aanu dhaqaale gelino ee tiifiga geysaan ee tiraadaan maraykan iyo ingiriis ba inaanu la ictiraafnay arrintii waanu xisaabinay madaxweyne 5 milyan oo dollar bay noqotay xagee inuu kacnaabaa mudaanu dii dowladdan italkeedu og rag halkan fadhiya hogaamiyaha madaxweyne sanad dowladda dhexda ku kaabta
وارتجي وحكولي وارنت عصينا حيسرتا قرن كنا إنك هو وكيل هذه من وزارة الداخلية دولة قسم الدين العقد بروك موبي وارتينا واسك بلون وانت لا وحوص ميسان هي مشاريع ولي وسن برتن كيف هذا أي كان ميزانية دولي وقبل ولي وكل سوا هذي كبكي وحوق بلها وعنكو يترى كبري ورتسن ترين مقادرين لقاتا ما يحوين وحنا مو مهد علمية وحي رايك وشغيري مدني مكسدين برضه وانكتر اللهم البيك بتاعي أحي يحترم يعلم العقد هو العقد هاي مكاهي وقرب وكسود بتشني انتي دولة قدرتين مريان ومريم دولة قدرتين مريان وحي كلا يجي مكتر عني ولا كاني وانا قرب كمان تا انترناشنال كوميونيتي ويا بيني العقد ماشي مكاني ما انه تني بايك ريسيس كريني وحينا ورعد المليون يبر دولار مبلحيه قصنا دينا كومي تريب باش دينا كومي تريب اللي عكتها ربك يعني هلو ويدين قدين تحصو كرد جاية وثمين حوالي تاور هم عن مغاية ديو هاو من رمضان عريت هو ان الاسي الفوقاتي ما انا نهود بحد انه تيوح نقول وارسان كافر قلوا ما يقفر تانا ما يقول داري وانا هاي ميكابا قوينا دانا تحب سوق عرسي ديو نفتيها لك اتشاري وليت هنو دا يو حق الدولة دي يو كعو بس ند الدولة دي عنين تعمى انت اللي داوري تاني مدحوي قربي يغي اشا وانا سوح الجمع وحطها الله ما هم بوك انتي ويسكتشرين وحوينا وينوتر تلعكتي ما انت نمى قعائي يقيمها ايوان قالت بكين انتو من حمام زي بعدين وحي ويدي انتظكي يا مكور وحي لحد ما بيذكر الشقي سكر هذا هو نوكي لعكتي اللي قدوني وهم كل دواء يرتل عتي كان البعض هو سوي منه هديك ما سان دم برنا بحية برنا عم يتكسر نحن بعض نود برنا فورت الكارك أيه بكلية عم كم قصة ماينا ما كان ما يسان ويني يوم يدي ينوش حال وحين الموضوع يدي ينوش وش حال تكس مدح وين هل كان واحد ليه هاي وزارة الروتي ووزارة بلارن مدح بالمسيرة ذكروا واحد إلى وزير كجناس كم هرهاي حنا هذا حولهاي يا أبي يربى تبيجي. هلا واحد فريق اللي هي تمرن وعلى كل حوين عادي تكعيره وكرا كفريق. مزارع أفريقيا. مزارع كوسية تعبت. مركب واحد ويان. ما تمر. لا شيء غريب. وحنوش هجنا. كبرين تيجي. قبلة بنا يقع. واحد لو حوز زارع قبلة بتشوف. لا يبقى. ولا سعبة دي ما يهدي هو سمع ده. مركب واحد نسوي يرني. قرن كوشي هرمر وقبلة يفك كيل يعني بلقي الدنيا فيك هالكيني هي. وحن يسلق على إني عشان ترى وريني هو من السن إني قلت قليش ما له حبيني سكين اللي قالوا وضعنا لقاتيا إني وزير دكالي تيدي كصوب حلو وانا يسلق على إني كنا حلف ليا صاحب كي وزير حسي ورحتي حاجة تجني كلا تجني كلا أديا نوقع عوني ووريجا وكده بيفش بقولي ما أنا بتفوت ترى لما يصير تقولي كأنه فرصة ما ده دولة تيجي أي كأنه مركز نساء وقدر الدولة في حاجة فرصة ما ده يصير وهاي وها بيننا يعني كونه يصير ما أنت مرة يسوي أنت إنه هذا يبقى والسلام عليكم ورحمة الله العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دمان هذا حويني halkan maamulka joogay madaxweynaha iyo dhamaantiin inta kala socota shaashadaha hala ya salaam aleikum waxtuulo barakaato branchka ama programka diiwaangelinta muwaadinka ama waxa la yiraahdo national id registration system ku waxa weeye waa shay u baahan runtii inaynu si qiimo leh oo tacab leh oo wadaniyad leh aynu hirgelinno waa shay inoo muhiim ah ama goal markaynu gaadhno ay suurtoobayso inaynu garanno muwaadinkeen ma jiro dunida dal aan muwaadiniintiisa aqoon waana ceeb yaa muwaadin yaa qeyr muwaadina dal aan aqoon ma jiro maaha waxa dunida la isku gartaa qabiil iyo in lagugu aqoonsado qolamaatay saxma waana waxayna ragaadiyay inuu baahan inuu ka guuro qabyaaladu waa waxayna ragaadiyay inuu ka guuraa waa qabyaalada maaha qabyaaladu inay leeyahay maxaa dadku isir u leeyahay ama meel uga dhashay ilaahay baa qur-aanka ku sheegay oo sheegay in qabaa'il baanu idin ka dhignay litacaarafu
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف وحوية إنا إسكو قرطان لكن ما هين لا ديك سلو مركا وحوية ناشنال آي دي هو شيء لا ديك سلو قفك موجيا موادي نمديس وشيء وحكتر هين نمد قل يدين وإن إنه بنو إدك ستورو كسر دح دومان إيسا إن إنه بنو وشيء وحكتر هين وشيء سورة قلية بابك سيرفيسك إن لو أديك سلو هذه تعافيماتك هذيت هاي وحيلا كل بابي سيرفيس كان له عليه سنسو تجيبيه بك وهذا شيء إنه كهذا لنا الدوام قلنا أنت موادك مهمة ده نوع عايز أقوله ويا سيدي الله تمامي وتمامي وزير كرمال بدو خرج فضل ما أقوم بحي يديك على يديك ترى بحي حكومة ضعف حسي ضدك كلام موادين تابع ليري هو يسكتر أما دونت جري وحضرة وكونتربيشن شركة اللي ودي تعب كنوع عايز إنه قلنا وهو قيمة كوي أنا يا ماركو هيركلا لأن بروجكت استوى حلي هذا بروجكت الدنيا ده وقوق روح البدن حداد سميسو أما ديار سو وح دورة بها بروجكت استا أما مشروع كستا والله سميسو حداد كل من هوس في سكوها يسو وفي وح بروجكت هو أما مشروع قولي استا أما قول دار استا إمبليمنتيشن كوه حلي فلنت حداد فلنت كري ويدو وكو قول دار استين أتقال سو سميسو لابو ترجع لي إلا قرط على صدر ما يبرش تيجي أشوف في الجروب. أكو حلا هاي بسولين تا برا سابدة هي مية هذا. هل كان شو جاي سوين يدلك؟ يا دت كدلك مسؤول كأها وذا يرنجريني. ما كان جاي مدام بتحوينها. يو وزارة ده. عندك هلا يدلك عنده كويس وهو يقبل مسؤول كاي وحاي رديك هما دلك عنده كونه لا كونه ما مسؤول عنده كويسة. وعندنا نبرش تيجي أشوف في الجروب. خلنا كنا داوع بوكية. هملاذنا داوع بوكية. دقاله هنا ديك بحب كويا، وشين مليون دولار أنت إنه كوب حنا إنه شيب كين عارك إنه، إنه حتى أنا وفي الجروب وايا ندر، مركا شو المهم إن اللي يستلفه ما هو حي إنه وضنه، وعدد كي أمامه لسه كده من جارسيسان، ورب أنت تان سيد وفر لها، بروجكت إنه عز، وحوي وحين فوكس كصاري وحلقة يا باين دكتي قارك قالت كفهمان. وعند فوكس كسرعي إنه أي دي مواد كبحنا بس موادين ثم روح على بحياة وحويا أي دي قد ما يستنون لك حالة أشياء مرة روح على بحياة أنت يعني قانجرك إنك فوكس وحقوق شيء سين سير وحلا قارك روون غضو شنو تمنجر وحي كوي حتى تمنجر وحي لدة إن ما كهر الله سيو كارك بس فهم شيء ولا بحنا بس فرط هي إن ده هي ضد كلاجع قارية ضد كصحنة هي لو به لقبتو ده تدودي هي فوكس كلا ساري وحلاقة يا بين حرارة هي قاعد ضاي هي بشرش لو دياري وكارك تان هذا الله كده وجودي كفرصة ما ذاك عنده كويس وكل وكارك دون تان بس وحلاقة إن هي ضد كنوع عصير إنه فوكس كلا ساري إنها موادين تيني وما كسيك هذا لو رجعنا وين تعوضي صح وهذا هو الله سين دونه بالك اللي هذا كارك عاد بحنت ويسقونا شغل يسيل وجره اللي هو هولين، وكان اسمه ديدا يا، وما هين اسمه ديدا يا، يسقونا هم خوشيسين ولا وجره، وكارك عد بحنتا، بس عد بحنتا عد كواحد بحية قف كي دونه، كم خص بنا قف، موادنا ماذا لكن زوج خص بين، قف ورانا يا مين موادنا ماذا دوني معي، ضل كنا وانجوا كش كسنة يا، صوت قلنا، عد بحنتا قف موضوع ديك سدى، بار بوس كلينو إلكشن كجواعد عدشينو. حبوا سولي إنه عدنا عطسي، مك كارك عدنا كم خص بكرتو، ووقف حقوق ليه، وما فليه، أو ذيك سدى ما هو فلوه، لكن سكارك موادك هو سجسته، إلا سجوا قف كموادك، مك وعليه موادك سجستي سو مهم يا هالبولة ينط، إنه نقف والبس سجنا موادنا، إسمنا ديدا يعني إسكناه ربان مايا، بدك قارب دعائد ويسديدا يا يواكن. ورحمة يستيدي ما يناتوك موادين ماذا هديدي وحكاد يغني هديدي موادين ماذا هديدي وحكاها كاد يغني موادين ماذا نوال لوغولي عود كاين لبحية نوال لوغولي بل سيما انت واحد تاغن وانو عالي كلا شقين انو وزارة داخلة كلا شقين انو لما انت انا عيطاين انو كوضا شقينو سيقر كي لوغوليستو وكاركي موادين كاركي موادين كوي قوضها طلتك كاركي باكاد لي ورنتي وان وزير كان برا بركو رايدين الشيء وان كحماين وصوب حليس
aan loo diyaar garoobin oo gooba sheegaya oo dadka ilaashadayto ay wax ka tawdeen liiska sidii loo qorsheeyey qolada farsamadu markii malaad waxoogaa diyaariyeen unbay ku dhufteen weli lama qodax tirin oo si waxaan looma qoda laakiinse goobaha laga qaban doono diiwaangelintu way kooban yihiin maaha goobii codbixinta way kala duwantay codbixinta iyo diiwaangelinta muwaadin waqti dheer bay soconaysaa waqti dheer qaar baa u qaatay inay yeeris iyo yeeris soconayso diseembar bay ku eegtay xilliga la qabanaya haddii wax soo hadhaana la joojin maayo haddii oo la odhan maayo halkaasaa lagu joojiyo waa la sii wadaya laakiinse waxaynu qorshaynay ilaa diseembar inaynu dadka ku diiwaangelino qorshaha noocaasay nu ilaa diseembar ku talagalay in lagu diiwaangeliya bulshada reer soomaaliya goobaha 200 iyo 300 wixii loo qorsheeyey baa loo qorsheeyey taasaa la geynaya marka way soconaysaa waxaana la qorsheeyey qorsho ku filan maaha wax iska cashwaaya waxaan filayaa haddaan si wacan u xasuusto saacadda iska dhan baa maraa qof diiwaangelinta loogu talagalay maalinta dhan goobta inay 10 qof diiwaangeliso haddana waa la xisaabiyey maalmaha marka waxaa lagu baysgareeyay oo maalmihii iyo qorshihii ku baysgaraysan ayaa xisaabta noocaasa lagu soo saaray oo cilmi ku fadhiya marka qof walboo muwaadina waa la diiwaangelinaya waxaa loo baahay qof walboo muwaadinu goobta ugu dhow tago goobta ugu dhow ee uu tegi karaya inuu tago oo uu kaarkii muwaadinka ka soo qaato marka waxaan leeyahay mas-uuliinta halka joogta iyo dadka kale muwaadiniinta kala socda saxaafadaba ee aan u guntano sidii ugu guulaysan lahaa mashruuca ah muwaadinku aan yacni iska dayno qabyaaladda iyo waxyaalaha qarannimadeena runtii aafada ku ah aynu u guntano muwaadinnimada macno leh dalka inaga dhexeeya qabiil inagama dhexeeyo qabiil maaha waxaynu isku raacsanna waxa inaga dhexeeya dalka inaga dhexeeya waxa macnaha leh ee ay tahay ee milgaha leh ay tahay inaynu ilaalinno waa muwaadinnimada waxaanaynu doonaynaa kaadhka inaynu ku xaqiijino muwaadinnimada macno leh oo dad qofku u dhintaa dalkiisa qofku dalkiisa u tabcaa qofku dalkiisa u halgamaa marka waxaan leeyahay ee aan ku dadaalo sidii mashruuca aynu u dhiirigelin lahayn siduu u hirgelin lahaa qof walibana uu barbarkiisa u qaban lahaa wixii farsamo iyo isweydiin dabcan kolleyba guddi baa u qorshaysan waa laba guddi baa jiro midna waata aan ugu jira wasaarada midna waata technicalka ee farsamada waxa kolleyba la qorsheynayay in waxa weeye si dhaqsaa loo gaarsiiyo goobihii insha allahu tacaala waynu guulaysanaynaa laakiinse aan dadaalno aad iyo aad bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah barasaabada beerada degmooyinka iyo gobollada waxaan isle waxay la tahay aad iyo aad baan iin soo dhaweynaya marka hore waxaa aada u sharxay ahmiyadda ay diiwaangelintu ay leedahay waa hawl qaran horta marka waajib laynooga wada baahan yahay kulligeen weeye noo wada taalla nabadgelyada iyo wadajirka ilaalinteedu aad bay muhiim u tahay hawsha wixii looga baahnaa waxaa aada u sharxay muxuu ahaa wasiiradaa sharxay marka waxaan rajaynayaa waan ilaahay ka rajaynayaa sidaa laydinku faahfaahiya laydinku sheegay inaynu kulligan ka wada hawlgallo oo meel ugu soo warjeesano oo hawsha hawl qaraanu xil iska saarno ay noqoto ayaan inoo rajeeyo marka waxaan leeday insha allahu tacaala dee xilka waajibka aynaga wada saaran aan ka soo wada baxo kulligiisa wada bantiyay haddii kasi sama wado sifaha waya aragastaan soyaalka ka muuqda wacan waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkaasi gaarkaanu ku eeganay kulanka madaxweynaha Soomaaliland la qaatay barasaabada iyo mayrada kala duwan ee Soomaalilan. Waa sawirqaadistii Cabdilaahi Cali Suudi, habeyntii isku dubareedkii barnaamijkan Ismaaciil Maxamed Cakulle, iyo weliba Guuleed Xasan Maxamed, Guuleed Gabyaaye iyo Axmed Sikow dhammaantiimada ku dhaafaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Siga am boho Suma de ba
سبيل يا هوي انتي كسرك عين